جاي يكون صافي. هذه وجهة نظري يا ابو. الله يعطيك العافية يا ابو وليد شاعرنا ابو رباح. الوقت هذا تقتلب فيها الايام، تمسي وتصبح كل يوم على حال، اللي عشانه تبني امال واحلام بكره يحطم حلم ويخيب امال، وتندم على زرع زرعته من اعوام ما ثمر ولا لك من وراء زرعه ظلال. يا صاحبي اشهر سما، يا صاحبي اشهر سما خلى الاوهام وخلك على ما تزيل للحمل شيال، لا تشتكي للناس من جرح والام، الناس مثلك تشتكي بعض الاحوال، صارع معاناتك بصبر وتبسام، لا تصبح الجرحك والاحزام مدهال، وحاول تعيش العمر بالعمر مقدام، لا تثني عزومك حماقات الانذال، ولا تلتفت للي خلقها الله اخمام، طاول سما الامجاد لو بعدها طال، وان خابت الاقوات والحظ ما قام، لا تنكسر تستيسرك ضيقه البال، شفنا نخوض بمعركة سود الأيام حتى نكون كبار بعيون الأجيال. سلام. الله الله صحة سالك يا أبو رباح. طيب نبي نختم بس نبغى قصائد.